مرة واحدة بس في العمر تبييض الأسنان في ثواني مجربة ومضمونة، في خلال ثواني هتلاقي الجير بيتساقط معاكي والإصفرار، وكمان سنانك هترجع لؤلؤة بتبرق وضحكتك هتنور. حتى لو عندك جير وإصفرار وكمان تسوس وعندك سنانك فيها كمية جير رهيبة، انت هتعملي ليزر رهيب لتبييض أسنانك من أول مرة. وصفة حلوة جدا جدا بتدي نتائج من أول استخدام وتحدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بإخواتي وحبايبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة جايبة لكم وصفة حلوة جدا اتطلبت مني من كذا متابع عندي، عايزين حاجة يا مايا سريعة لتبييض الأسنان، عندنا مناسبة وأنا مستعجلة وعايزة حاجة سريعة. سناني مهما كنت بغسلها بالمعجون برضو بحس إنها صفرة، وكمان الجير متراكم جدا فيها، ومش قادرة إن أنا أروح أعمل ليزر لأسناني عند الدكتور. عايزة أقول لك الوصفة دي سهلة جدا، بسيطة مجربة سريعة المفعول، هتخلي سنانك دي هتعالج لك مشاكل كتير جدا جدا في اسنانك. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امر. اول حاجة طبعا معايا هنا المكون الفظيع اللي ليه نتائج رهيبة في تبييض الاسنان. المكون ده من الحاجات الحلوة جدا جدا اللي انا بجد يعني عايزه اقول لك ان المكون ده كمان بيعالج رائحه الفم الكريهه، بيعالج مشاكل اللثه، بيخلي الجير يتساقط قدام عينيكي. هتبداي تاخدي معلقه من القهوه، القهوه العاديه خالص، القهوه مش قادره اقول لكم قد ايه فظيعه في تبييض الاسنان، في ازاله اي جير متراكم. هتبداي تاخدي على معلقه القهوه بتاعتك دي طبعا هو الخل، لان الخل من الحاجات اللي بتخلي الاسنان تلمع، بتخليها تزيق كده من كتر اللمعان والبياض. كمان الخل مطهر حلو جدا جدا للفم. هنبدأ ناخد معلقة صغيرة خالص من الخل، خل الطعام الابيض العادي، وهنبدأ نقلب معلقة الخل بتاعتي على القهوة كويس قوي. الناس اللي عندها مشاكل في اللثه او الناس اللي عندها تسوس في الاضرس تتابع معايا الفيديو للاخر، لان الوصفه دي هتديكوا نتائج حلوه جدا جدا في مشاكل اللثه. بعد كده هتبداي ان انت تجيبي اي نوع معجون اسنان متوفر عندك، سانسوداين او سيجنال، بس طبعا كل ما هتجيبي معجون اسنان نوعه كويس كل ما هيكون افضل. هنبدا ناخد معلقه كبيره من معجون الاسنان وهنقلبها، بصوا بالشكل ده كده على القهوة والخل. لحد ما القوام معايا يكون كريمي. لو اتبقى من الوصفة بتقدري تحتفظي بيها وبتستخدميها مرة تانية عادي. وممكن كمان تعملي كمية كبيرة وتسيبيها بتقعد معاكي اسبوع. بعد ما قلبناهم كويس قوي بالشكل ده واداني القوام الكريمي ده، هتبدأي ان انت تركنيها كده. وهنبدأ ان احنا هنجيب كوباية بالشكل دوت، وهنحط فيها مية تكون يعني مائلة للسخونة، لا هي مغلية وسخنة قوي ولا هي دافية، يعني انا عايزاها تكون مائلة شوية للسخونة. ممكن تغليها وتستني عليها شوية وبعدين تستخدميها، تمام؟ كوباية كاملة من المية. وهنبدأ ان احنا ناخد فيها اربع فصوص من القرنفل. القرنفل بيعطر رائحة الفم رائحة عطرة، كمان بيعالج تسوس الأسنان وكمان الفطريات أو البكتيريا اللي بتكون في الفم. فهنبدأ ناخد أربع أو خمس حبات من القرنفل على المية بتاعتي بالشكل ده. بعد ما حطناهم بالشكل ده القرنفل مع المية، هنبدأ ان احنا ناخد عليهم معلقة كبيرة من المكون ده، وده احنا هنحطه للناس اللي عندها الأدرس، الضرس لما بيكون مسوس بيعمل ألم شديد جدا. المكون ده مسكن،
رهيب لآلام الأسنان. المكون ده كمان بيعالج على تساقط التسوس من الأضرس، كمان بيعالج فطريات الفم وبينظف الأسنان جدا. والمكون ده عندنا في كل بيت، يعني مش هتجيبيه من بره. هتبدأي تجيبي معلقة كبيرة من الملح، ملح الطعام العادي. هنبدأ ان احنا ندوب معلقة الملح على فصوص القرنفل والمية بتاعتي بالشكل ده لحد ما يبدأوا يدوبوا معايا كويس. بعد ما دوبناهم بالشكل ده هنبدأ ان احنا مبدئيا نسيب القرنفل مع الملح يدوبوا مع بعض، وبعد ما ندوبهم هنبدأ نسيبه على يعني نركنهم كده مع بعض لمدة نص ساعة. ويفضل ان احنا نغطي الكوباية بتاعتي عشان القرنفل ينزل كل الفوائد اللي فيها. ممكن كمان لو عايزة نتيجة اسرع تحطي القرنفل مطحون، يعني حطي مثلا معلقة صغيرة من القرنفل المطحون، بس يكون قرنفل مطحون وجايباه من عطار موثوق فيه، ما يكونش فيه اتربة او قش او حاجات كده زي ما بيعملوا العطارين، تمام. وبعد كده هنبدأ ان احنا نستخدمها. هنبدأ بقى نقول هنستخدم الوصفتين دول ازاي ونركز مع بعض كويس قوي. اول حاجة زي ما قلت لكم هنركن ده كده على جنب، وبعدين هنيجي على الوصفة الاولانية. الوصفة دي سهلة وبسيطة، وكمان لو عندك زنجبيل ممكن تحطي معلقة صغيرة من الزنجبيل مع الوصفة دي عشان تزودي قوتها برضو، تمام. هنبدأ ان احنا ناخد من المعجون ده، وهنبدأ نجيب الفرشة اللي احنا بنستخدمها، وهنبدأ ان احنا نفرش او نغسل بيها الاسنان من فوق لتحت من فوق لتحت بالتدريج، يعني كل الاسنان من فوق لتحت كويس قوي بالوصفة دي. وهنبدأ ان احنا نسيبها لمدة من دقيقتين لثلاث دقائق بعد ما هندعك كويس جدا. بعد ما هندعك هنسيبها من دقيقتين لثلاث دقايق، وبعدين هنبدأ نشطف أسناننا كويس. هنستخدم الوصفة دي بشكل يومي لمدة أسبوع، يعني أقصى حد يوم ما هتطولي قوي هيبقى أسبوع بس من أول مرة. في ناس الوصفة هتجيب معاهم نتيجة من أول مرة، في ناس هتجيب معاهم نتيجة بس هتبقى عايزة تفتيح أكتر، بس هي أقصى مدة أو أطول مدة ممكن تستخدميها فيها هي أسبوع. بعد كده هتبدأي بقى تستخدمي الغرغرة او الغسول بتاع الفم ده، ده هيعالج لك بقى مشاكل كتير، وهتلاقي كمان التسوس بيتشال معاكي، هتلاقي اسنانك دايما فمك دايما ريحته حلوة، ما عندكيش فطريات، مش هيبقى عندك التهابات في لسانك او التهابات في زورك او التهابات في بقك، لانه هو هيضيلك على الفطريات او البكتيريا اللي بتكون في الفم. هتبدأي تستخدميه ازاي؟ هتستخدميه الصبح اول ما تصحي من النوم، هتاخدي بق وتمضمضي بيه او بقين وتمضمضي بيهم، تسيبيه بس لمدة ثواني كده او 30 ثانية كده بعد ما تمضمضي، وبعدين تشيليها. هتستخدميها مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل. انا مش هقولك هتستخدميها قد ايه لان انت مش هتقدري تستغني عنها. طب يا مايا المحلول ده ممكن يقعد معايا قد ايه؟ ممكن يقعد معاكي اسبوع، 10 ايام، 15 يوم، وبتبدأي تجدديه. بس لو عايزاه يقعد معاكي لمدة اطول بتسيبيه عندك في التلاجة بيقعد معاكي لمدة اطول. يا رب اكون قدرت افيدكم، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.